في الويكند تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري الترند بعد عودتها للحديث عن الطاقة، وشاركت في خاصية سبيس على تويتر بفقرة عنوانها إيش الجرين فلاجز أو الرايات الخضراء اللي بتدور عليها أو اللي بتدور عليها تحديدا في شريكك سواء في الحب أو الصداقة. ومن خلال هذه الفقرة قدمت ياسمين نصائح لها علاقة بمجال الطاقة والتنمية البشرية، وتكلمت عن معايير اختيار شريك الحياة والأصدقاء حتى. خلينا نسمع جزء من حديثها. من الصفات اللي في الشخص اللي قدامه، ودي حاجة أنا بدرسها الفترة دي، في أولاً الإنسان عبارة عن طاقة. أنا قاعدة في حتة بتطلع مني طاقة، القطة بتاعتي قاعدة في حتة لو شخصيتها بطريقة معينة هتطلع طاقة، لو في حيوان موجود في الأوضة مثلاً كلب متعصب هيبقى ليه طاقة. أول لغة بتطلع من الإنسان إنسان تاني هي طاقته، دي أول لغة بدون ما نكون فاهمين كلام بعض ولا نكون فاهمين لغة بعض، اللي هي لو بنتكلم يعني أول لغة في بداية البشرية هي الطاقة. فأولا أهم حاجة مفروض نحسها قبل ما نفهم أصل الشخصية اللي قدامنا، الرأي الشخصي مريح ولا لأ. إزاي بقى؟ كلنا عندنا السنسور ده، كلنا عندنا السنسور اللي هو أنا أقدر أحس مع الشخص ده أنا مرتاحة ولا أنا مشدودة، أنا بس بعرف أكون نفسي ولا أضطر ألبس ماسكات معينة، هل اللي قدامي مريح لدرجة أن أنا حاسة أنه شفاف ولا أنا حاسة أنه من دور معين. طيب زي ما سمعنا ياسمين جلست تعطي نصائح معتمدة فيها على الطاقة، وحتى قالت إنه الطاقة بتشبه عدوى البرد، ممكن تنتقل لك على حسب طاقة الشخص اللي رح تتعدي منه. طيب كلام ياسمين هذا في شريحة كبيرة من الناس مقتنعة فيه وشايفين إنه فعلا الطاقة علم وحقيقة وممكن تنتقل لنا سواء من أشخاص أو أشياء معينة، وحتى قالوا إنه طاقة ياسمين الإيجابية انتقلت لهم من خلال البث. لكن في المقابل كان في ناس انتقدت وشايفة أنه ما في شيء اسمه علم طاقة وأنه كل هذا دجل في دجل ولا حقيقة له في الوجود وما هي إلا خرافات والناس عايشة عليها. في الاستوديو معنا أخصائية في علوم الطاقة الحيوية بتول شعبان، أهلا فيك معنا يا بتول. أهلا وسهلا فيك يا هلا. طبعا أنت قلبا وقالبا مؤيدة ياسمين صبري. أكيد أكيد 100%. طيب والناس اللي بيقولوا أنه، وعلى فكرة في كثير منهم حتى علماء ودكاترة نفسيين وأشخاص يعني حتى ما هم أشخاص عاديين في أبحاث في هذا المجال، أنه هذا دجل. الفكرة منه أنه الشخص دايما عدو ما يجهل. عدينا بعصور من الأشخاص اللي هنا يحاربوا التطور ويحاربوا الأشياء الجديدة. فعليا علم الطاقة هو علم موجود في كل بيت. لاحظي احنا ممكن انت تشتاقي لشخص كتير، تطلعي على الموبايل تلاقيه عم بيدق لك تليفون. هي ما لها تفسير عنا بشكل عام بالحياة المادية. طاقيا فعليا انا عم برسل له طاقة حب لا شعوريا من دماغي لدماغه، وصلته هالطاقة وهو صار حكى التليفون ورد علي. طب ولما نشتاق له وما يتصل؟ هداك وقت بيكون هو مش ذبذباته مش متوافقة مع ذبذباتك بهداك الوقت. لكن في كتير أشخاص كان عندهم فقر يعني في قدرة التخاطر عالية جدا، بمجرد ما يفكروا بالشخص كان يقدروا يدق لهم الشخص تليفون. طب هي هذا موضوع إنه ذبذبات وترددات زي ما حتى حكت ياسمين والكل بيحكي، يعني إنه هذا إيش يعني إنه نحن ككائنات يعني جالسين بنطلع ذبذبات وفيزياء وكذا والكلام ده كله؟ لا مو هيك شوي، هي فيزياء كمية، إنه يعني كل إنسان حواليه حقل كهرومغناطيسي. هذا الحقل الكهرومغناطيسي هو يشع طاقة ويشع لمدة أمتار منه. فهل الطاقة المشعة، وهلا فعليا إذا بقول لك مثلا أنا متوترة، وين موجود هالتوتر في جسمي؟ ما في سبب، ما في مكان.
لكن طاقياً بعلوم الطاقة في عنا شيء اسمه مراكز طاقة وهي الشاكرات. فكل شخص إذا بتلاحظي كنسبة كتير عالية من الناس لما تتوتر بتتوتر بهالمنطقة، بتحس في رجفة، في مشاعر معينة، ممكن ناس تستفرغ، ممكن ناس يصير عندك قولون عصبي. صح. لأنه هون في مركز اسمه مركز الضفيرة الشمسية اللي هو مركز الطاقة. فهذا بيعلمنا علوم الطاقة أنه نحن مش بس كائنات مادية، نحن كائنات أيضاً روحانية نبث طاقة إيجابية. لاحظي شو فرق الشخص المتوفي عن الشخص العايش، اثنيناتهم قدامنا، لكن في شخص عنده طاقة، في شخص ما عنده طاقة. فهل طاقة هي مسؤولة عن حياتنا، عن مشاعرنا، عن أفكارنا السلبية والإيجابية؟ فنحن عن طريق تنظيف هالطاقة، موازنتها في جسمنا، فهمة أكثر، ممكن نقدر نحصل على نتائج جدا رائعة وجدا عميقة. طيب هذا الكلام وكأنه نحن معزولين عن العالم، يعني مثلا أنا أجلس مع نفسي أشتغل على نفسي، أنه مثلا أصحى من الصباح وأقول يلا يا سارة خليكي وأجذب الجيد لك والكلام ده كله، أول ما أخرج الشارع، أول ما أدخل الدوام، حتعامل مع ناس ثانية، يعني معليش الحياة ما هي إيجابية عند الكل وكلنا حياتنا صعبة. طب أنا ما أقدر أقطع شغلي، ما أقدر أقطع حياتي، أصحابي حتى اللي سلبيين منهم، يعني هذه الطريقة حقت إنه لا نقول لا للسلبي كمان مو واقعية. أبداً ما بنفكر بهالطريقة. بنفكر بمبدأ إنه كل شيء عم بيصير معنا خارجياً بحياتنا هو انعكاس لشيء داخلي عنا. فإذا أنا فقت الصبح متضايقة، أول شيء بسأل حالي ليش أنت متضايقة يا بتول؟ شو اللي مضايقك؟ شو بدك أسوي لك لحتى تصيري أحسن؟ لكن نحن دائماً كانت علمنا نتيجة تربيتنا، حياتنا، إنه نحن ننظر للخارج، إنه الناس كلهم سلبيين، الناس كلهم متشائمين وأنا الصح، لكن ممكن يكون أنا عم بجذب هالشيء السلبي لإلي. والله أنا ما بشوف إن أنا بشوف إنه أنا بصحى من الصبح سلبية أوريدي. ليش؟ أكيد معناتها نمتي اليوم اللي قبله واللي قبله إنه أنت متضايقة وفي شيء مش عاجبك. صحيح، لانه عارفه انه حواجه يوم طويل يعني. اوكي، معناته ممكن هذاك الوقت انت وقت تكوني واعيه انه انت حتواجهي يوم طويل، عندك خيارين، يا اضل كل نهار وانا متضايقه بسبب هالضغط واضل كل يوم عن يوم عم براكم على حالي مشاعر سلبيه وافكار سلبيه، فبالمقابل ممكن تصير بعد اشهر امراض جسديه ولا قولون عصبي. لكن مع الوقت اذا انا انتبهت على الخيار الثاني انه انا اصحى واعرف عندي ضغط بالشغل، لكن اقرر انا اكون قدر الامكان رواء فيه، هذاك الوقت انا رح اتغير. حلو، انا كثير هذا الكلام بحسه يعني اعذريني في نظريا جميل جدا، بس انه الواقع احس صار في متاجره بموضوع الطاقه والايجابيه والكلام هذا. صحيح. كله ما بتحسي بهذا الشيء؟ أنا ايضا معك 100%، معك 100%، لانه هلا على السوشيال ميديا. صحيح، معك حق، لانه اغلب الناس عم تورجي هي صوره واحده فقط من الطاقه الايجابيه، عم تورجي فقط التفاؤل والسعاده الدائمين، لكن ما حدا على الارض عايش بسعاده دائمه. صحيح. نحن بالعكس بنحاول نوجه ونشرح للناس انه انتم حتعدوا مواقف صعبة وحتعدوا بتشاؤم وبأشياء نكدة أو شيء، لكن شلونك تحلها؟ كمان عندك خيارين، يا تضل مثل باقي الناس ليش هيك سوت فيني الحياة والحياة كتير سلبية وأنا كتير تعيس، يا ما أخذ خيار الثاني. أيوة. اللي هو مثل ما حكينا أدرس الموضوع وأحاول أحله. جميل جدا. طبعا في كثير خبراء مثل حضرتك وفي أشياء متوفرة على الإنترنت وكتب وكذا، ولكم طبعا مشاهدين حرية التفكير وأخذ قرار في هذا الموضوع. كانت معنا في الاستوديو أخصائية في علوم الطاقة الحيوية بتول شعبان، شكرا لك يا بتول. شكرا لك، تسلمي لي.